خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هيبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين. بتظهر كثافات مرورية على الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة ده عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر للمتجه من منيب للأوتوستراد والتجمع، كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر اللي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وفي سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة ونبدأ من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي إن في كثافات مرورية نسبية. في أيضا كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة. لو رحنا لمحور صفط فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، لكن القادم من أكتوبر لمنطقة المهندسين ووسط البلد بياخد باله أن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه إلى المحور. كمان في غلق بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة، ده بيتسبب بعض الكثافات المرورية. ونروح للإسماعيلية وهنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل لما بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم في سيوله مريه، ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش على حركه الطريق. لكن المتجه الى بورسعيد ففي سيوله مريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد. هنلاقي كمان في سيوله مريه كبيره وخاصه على الطريق الدائري حول مدينه الاسماعيليه. ومن الاسماعيليه نروح سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. بعض الكثافات المرورية كمان على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية. في كثافة نسبية كمان عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وفي كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية ده عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.